ما تزال المساعي المبذولة لفتح منافذ تعز معلقة للخلاص من الحصار الذي تفرضه ميليشيا الحوثي على مداخل المدينة منذ ما يزيد عن 5 سنوات. الفرحة تعم أبناء تعز بعد المعاناة اللي دامت ل5 سنوات متواصلة من طريق وعرة. ها هو اليوم أبناء تعز مجتمعين أمام المعبر منتظرين الموافقة والمبادرة من ميليشيات الحوثي لفتح الطريق، ومنتظرين اللجنة اللي سوف تفتح الطريق ورفع الألغام من أمام المعبر. هذا منفذ قولة القصر، يتخيلوا دقيقتين من هنا لما نمشي قولة القصر، الدقيقتين هذه نمر فيه 8 ساعات عبر الجبال الوعرة، الناس تموت من الجبال الوعرة، الناس تعرقل، المصيبة حلت على بنات عز في هذا الحصار. هنا وفي جولة حوض الأشراف شرق المدينة تصل اللجنة المكلفة بفتح منافذ من طرف الشرعية، ترافقها قيادات الجيش والسلطة المحلية لتعلن بذلك تأمين الطرقات في جولة حوض الأشراف مرورا بعقبة منيف والتي تصل المدينة بجولة القصر شرقا، كما وأعلنت تأمين منافذ المدينة غربا، فيما غابت كل البوادر من ميليشيات الحوثي لفتح المنافذ وبذل أي مساع قد تسهم بذلك كما تدعي. الأطراف المتعنتة ستتضح اليوم، نحن اتفقنا أن اليوم سيدخل الجميع من هذا الخط، ونحن أتينا إلى هنا وفتحنا الخطوط ومنعنا أي إنسان يعترض. خرجنا نوضح للناس جميعا أن الخطوط من قبلنا مفتوحة، وهذه من سنوات وتعرفوا جميعا أن الخطوط هنا مفتوحة ولا يوجد أي نقطة عسكرية هنا. يعني إحنا الآن نطالب الحوثي أنه يفتح للناس بالدخول من المناطق هذه، سواء من جولة القصر إلى حوض الأشراف أو من جولة القصر خط صالة الجحملية، وادي صالة المستشفى العسكري الجحملية، أو خط 60 الدخول الناقلات والناقلات ودخول البضائع والإغاثة من الخط، لأنه خط كبير. عشرات المواطنين تدافعوا إلى الشوارع واقتربوا من منافذ المدينة، لكن قناصات الحوثي أطلقت رصاصاتها التحذيرية لتكشف بذلك زيف مبادراتها الرامية لفتح منافذ إنسانية من أجل السكان. قرابة 5 سنوات مرت على بدء حصار الميليشيات الإنقلابية للمدينة، وها هي مرة أخرى تنقض اتفاقتها وترفض فتح المنافذ، وليس ذلك بجديد، فالانقلاب على اتفاق إبريل 2016 ليس ببعيد، ما يجعل السكان فيما يبدو على موعد مع عام سادس وربما أعوام أخرى من المعاناة جراء الحصار. حمزة من قناة بلقيس من المنفذ الشرقي لمدينة تعز.